بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده العزومه البيتي بيشرفنا وينورنا حد جميل، عارف جايين من جايه من مشوار بعيد قوي، مدام انجي حرب، اتفضلي. جايه من بلطيم، يعني على حدود البحر المتوسط. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله، نورتينا. ده نور حضرتك. وبعدين هي بقى متخصصه في السي فود، متخصصه في السي فود، تقريبا عندهم مطاعم في السي فود اللي انا حسيته كده من كلامها، لكن هي بقى عشان كده عايشه في وسط السمك وعايشه على البحر، فهتعمل لنا اكلات كلها سي فود. عايز اقول لكم يا تتصلوا بينا على التليفونات اللي بتظهر قدامكم على الشاشه 2345 او 0900 صح؟ او اها الخط الارضي 09180، انا بقول 900 09180، او على الاس ام اس 3 لا 9135، بس بحفظه بس يا محمد الله يخليك، 9135 يعني 91 35. الرسائل بتجيلنا ونجاوب عليكم في ساعتها، فيا رب تكونوا مستمتعين معانا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اولا بنعتذر على المشوار الطويل اللي انت جيتيه، وشكلك ما نمتيش من امبارح، بس منورانا. يعني متشف، ربنا يخليك. الله يخليك. هتعملي مدفونه او تعابين؟ قلت لي اول حاجه بالتعابين. هنقول مقاديرها. اوكي. وبعدين عارفين المدفونه زي البرام المعمر كده، حتى بسألها بتحطي لبن؟ قالت لي لا هنحط ميه. طيب اتفضلي قولي المقادير. سمك تعابين ورز وبصل ده وزيت. واحد ولا اتنين دول؟ انا حاسس انه كتير. لا هو تعبان بس. تعبان بس حوالي كيلو. ابن ناس يعني. وزيت والبهارات اللي هي ملح وشطه وكمون وفلفل ابيض واسود. طيب انا ممكن اقول بقى بالطريقه طيب بتاعتي عشان هم يكتبوا. عندنا تعبان تقريبا يجي كيلو كيلو وشويه، بخلي طبعا الجلد متشال ومتقطع زي ما انتم شايفين، وعندنا حوالي برضو كيلو لكيلو الا ربع رز، وثلاث اربع بصلات مفرومين، يعني حوالي اربع بصلات مفرومين، وعندنا شويه من البهارات وملح وفلفل وكمون وفلفل ابيض، شويه من البهارات وملح وفلفل وكمون وفلفل ابيض. طبعا دي مش مكتوبه مقادير، هناخدها بالتتابع، وطبعا اساسي زيت. اتفضلي. هنحط الزيت الاول. ايوه. وبعدين هننزل بالبصل. كميه البصل دي تقريبا ممكن يكون نص كيلو بصل مفروم صح؟ هي اسمها المدفونه. مدفونه التعابين او الحنشان، يعني عندنا في بورسعيد يقولوا عليها الحنشان، وفي دمياط بيقولوا عليها الحنشان صح؟ طيب في اسكندريه في اسكندريه بيقولوا بين تعابين وبين حنشان. هنا حطينا الزيت وحطينا عليه البصل. كده بقى ما يتحمر. انا بس بالمناسبه عايز اقول حاجه لكل حبايبنا اللي بيبعتوا لنا علشان خاطر يظهروا معانا. احنا بناخد برضو وقتنا في الظهور، يعني انا عايزك تقولي انت بقالك قد ايه بعتلنا؟ حوالي 4 شهور ونص او 5. طيب يعني يعني داخله في 5 شهور، ومع ذلك اما دورها جت يعني ففي ناس بتبقى بعتلنا مثلا الاسبوع ده، وساعات يعملوا لنا مشاكل لو ما ردناش عليهم، يقول لك احنا زعلانين واحنا مخاصمينكم واحنا مش عارف ايه. فما ينفعش ابدا ان انتوا غير تستنوا معادكم، ما حدش يزعل يعني عشان خاطرنا. اتفضلي. طيب خلاص بقى، المفروض بنستنى لما البصل ياخد لون ذهبي غامق. نعم. بعدين يعني هنقلبه لغايه ما يبقى لونه ذهبي. طب خلينا نشغل في حاجه ثانيه. طيب ماشي، هشغل لك النار هنا ونجيب ده هنا ونسيبه، يعني انت عايزه لونه يغمق. لونه يبقى ذهبي زي ما قلنا. فانا ممكن اسيب البصل على ما يغمق واشتغل في حاجه ثانيه. طيب ماشي. ممكن اشتغل في الجمبري المشوي. طيب هنجيب الجمبري المشوي. طريقه لذيذه قوي وسهله جدا، وهنقول على مقاديرها. عندنا الجمبري المشوي اهو على الجريل. طب نشغل الجريل برضو. انا بحسب هتشتغل حاجه هنا على الفرن، فعشان على البوتاجاز، فعشان كده كنت عايز اشيلها من هنا. احنا حطينا هنا نص كيلو البصل، بذكركم تاني عليه شويه زيت، وهنفضل معاه لغايه ما يبقى لونه ذهبي، وبعد كده هنكمل مع بعض. الجمبري ده تقريبا جمبري جامب اهوت، حتى اقصقصه له شناب. بس كنت خليه بالشناب كده، بيبقى شكله كده الشنب بقى بيبقى صح كده. لا والله بيبقى شكله ضخم فخم يعني. عايزه الثوم، الثوم المفروم.
التوم مع الفلفل الاحمر. ايوه. عايزين بقى نقول سر الخلطه اللي انت عاملاها دي. دي عباره عن ايه؟ لان انت كل معظم الاكل اللي لقيتك حطها فيها. هتفك لك دي. وانت بس قولي لهم ايه السر بتاع الخلطه دي شايفينها؟ ايه؟ توم. توم على ايه بقى؟ مع فلفل احمر. مع ملح وشطه وكمون وليمون. نسبه قد ايه يعني؟ نسبه قد ايه لقد ايه؟ كان عندنا مفكوك بدل الرابطين. نسبه قد ايه في قد ايه ازاي؟ يعني كم فلفلايه حمراء على كم فص توم؟ كم فص توم مثلا؟ يعني راس توم مثلا على خمس ست فلفلات؟ على خمس ست فلفلات. ومعلقه ملح. ملح وشطه وكمون. بصل بودر، توم بودر. علي. الخلطه دي يا جماعه، بس انا هجيب معلقه عشان نشوفها. دي عباره عن فلفل حامي عليه توم، يعني مثلا راس توم عليها خمس قرون فلفل حامي عليها معلقه كمون وشويه ملح وشويه توم باودر تاني وبصل باودر وايه تاني؟ وشطه. يعني انت حاطه شطه باودر وشطه وفلفل وليمون. حامي وليمون. عشان الخلطه دي تحتفظوا بيها، ده من اسرار بتاعه الاسماك. اتفضلي. هي بتنفع في تتبيله المقلي كمان قبل وبعد. يعني في المقلي تنفع؟ تتبيل الجنب. انا تنفع في الكالاماري، تنفع في ال... انا بتبل بيها مع اي حاجه انت بتتبليها بيها. بتبل بيها. طب بس لحظه بقى، عشان انت شغاله كده، عايزين نقول لهم بس على السر ده. انا عارفه. لكن لازم تقولي على السر ده. نضفنا الجمبري من الظهر عشان نشيل العرق الرمل. حلو. وبتدخلي الخلايا منين؟ من النص بالظبط. حلو. لان لو دخلتها من الديل. لحظه احنا عايزين نوريهم الحته دي. طيب. لان كتير جدا بيجوا يدخلوا الجمبري الخلايا دي من عند الراس، فبتفضل برضو معوجه. فانت بتدخلي من حته معينه، وده سر من اسرار. اهو تعالى بص يا يحيى او يا ساره، شايفين بقى ده؟ وريهم الفتحه دي هنا اهي، بتدخل في حته زي الشوكه اهي في ديل الجمبريايه، شايفينها؟ الشوكه دي هي بتدخل من بعد الشوكه دي، الفتحه دي بتوصلها لغايه الراس، وتفضل الجمبريايه عدله معاها. السر ده انا عرفته بالصدفه من شيف محترف سوشي. كنت كلنا بنجيب الخلايه نحطها من الراس، فبتفضل الجمبريايه معوجه كده مقوسه. لكن اصلا كمان هي لها مكان تطلع منه من الراس. ما هو ده. من اي مكان. ما انا بتكلم علشان كده. احنا هي بقى اول ما شفت الحته دي قلت لازم نقول لكم عليها، لان ده من اسرار الناس بتوع الاسماك. دايما بتلاقي عندهم تكات صغيره كده. سيبكم من تنظيف الجمبريايه من الظهر والكلام ده كله. الجمبريايه بتيجي من الظهر اهي، من عند الديل، في شوكه اهي عند الديل بالظبط. خلي بالكم شوكه حاميه جدا. وبعد ما نظفنا بندخل من عند الشوكه كده في المجرى هنا اهو، صح؟ ونكمل الخلايه لغايه ما تطلع من عند الراس، تفضل الجمبريايه ثابته وطويله، ما تاخد شكلها الطبيعي. ما تاخد شكلها الطبيعي، طويله. تاخد بقى شماوس. جميل. طب احنا قلنا سر من اسرار المهنه اللي ما حدش يعرفه غير ناس قليله. هنعمل ايه بعد كده؟ هنبقى نحشي ظهر الجمبري. طب احنا هنحط بس بقيه المكونات دي، المستارده اهي. بنحشي احنا ظهر الجمبري كده، ظهرها بالخلطه اللي هي فيها فلفل. أيوة حامي. أيوة. وشطه. أيوة. وكمون. أوه. وملح وتوم باودر وبصل باودر. أوه. وشويه من التوم. من التوم. كل ده فرمناه مع بعضه. بنحشي الظهر. جميل. ده بيدي لها طعم على الجريل كمان، بيخلي. مفيش هنا بقى ملح ولا فلفل لسه؟ لا ما حطيناش لسه. مش هحط اصلا. انت حاطه ملح جوه التتبيله؟ انا حاطه خلاص. يعني مش محتاجه تضيف. وقبل ما انزله الجريل هتبل الجمبري نفسه بنفس التتبيله، فمش هحتاج ان انا احط. حلوه الفكره دي. يعني احنا دلوقتي شايفين هو يعتبر بنروح في مطاعم كتير بالساعات بناكل الجمبري بيبقى له طعم ومذاق مختلف. عايزين نعرفه. هو ده سر من اسرار المطاعم، وخصوصا المطاعم اللي هي على البحر دايما. يعني شايفين البصل هنا بدأ لونه اهو يختلف، شايفين اهو اللون اصفر معانا او بقى ذهبي. لسه عايزه كده هو بياخد وقت. لا لا طيب لسه كمان شويه. حاضر. يبقى احنا حطينا كده الجمبري اهو، فتحنا ظهره وحشينا مكان ما فتحنا وطلعنا الرمل. حشينا. سؤال بقى فني يعني، هو كيلو الجمبري الجامبو ده يعمل كام دلوقتي؟ 300. طيب احنا مضحيين قوي النهارده. لكن لا هو انا عارف ان غالي يعني. ده بلدي. بيعمل وخصوصا البلدي. ده بلدي. ده بلدي، فعشان بلدي بيعمل 300. هنحط زيت ولا حاجه ولا كده على طول؟ الجريل. على الجريل. شويه زيت على الجريل. طيب علي خلاص، يبقى احنا هنرص الجمبري. الجريل له غطا؟ لا لا، خليه كده بالعرض احسن عشان تاخد الكميه كلها.
كده احنا حطينا التتبيله بتاعتنا اللي هي كانت، خلي بالكم من الخلطه دي حكايه، الخلطه دي موضوع، عباره عن 5 قرون فلفل حامي احمر، عليهم راس توم، وعليهم معلقه كمون، ومعلقه ملح، وشويه توم باودر، وشويه فلفل ابيض، وشويه من البصل الباودر، وكمان شويه زيت وملح. هي الخلطه اللي موجوده عندنا دي. الخلطه دي هناخد منها في بول اصغر كميات كتير ان شاء الله. نرجع مرجعنا تاني للمدفونه. احنا ممكن نتبل الوقار كمان. ده انت عايز تخلصي كله سريع سريع، اصل كل حاجه بتاخد وقت معين. طيب. فانا لو فضلت جنب حاجه مش هخلص. طيب احنا هنعمل السلطه سريعا وبعدين لما نرجع نتبل الوقار عشان ياخد نتبله. طيب حاضر ماشي. عندنا نوع من انواع الاسماك تاني، هو الطبق الثالث، بس احنا كده هنشوشهم. احنا هنتبل ونركن بحيث ان هو يلحق ياخد وقته في التتبيله. طيب. نركن ده على جنب، هاخد انا التتبيله المستردة. وهنجيب سمكه وقار صغيره، وهنقول مقاديرها لعشاق السي فود. النهارده احنا عاملين حلقه خاصه عشان خاطر احنا راجعين من العيد بقى، والناس شبعت لحمه صح؟ زهقوا لحمه. إيه. نقول المقادير وبعد كده نكمل مع بعض. طيب الورقه معاكي. سمكه وقار، التتبيله بتاعتها بتبقى مستارده وتوم وملح وشطه وكمون وليمون، هي برده نفس التتبيله الاولى، وليمون. جميل. نتبل فيها السمك اول انا؟ طيب عندنا سمكه من الوقار متقطعه جزل او متقطعه شرايح، ده وقار بانيه يعني هيتحط في البقسماط يعني. هنتبله في الثوم والفلفل الاحمر اللي احنا عاملينه، بس هنزود عليه بقى مستردة، ونزود عليه كمون، ونزود عليه ملح وليمون. تاني التتبيله نفسها اللي احنا قلنا عليها، اللي هي فيها فلفل حامي وفيها ثوم وفيها كمون وفيها ثوم باودر وبصل باودر، كل الحاجات دي هنزود عليها كمان مستردة، هنزود عليها مستردة، وهنزود عليها كمان شوية من الكمون والشطة والليمون. جميل؟ والليمون عندك اهو. على فكرة الوقار من أحسن أسماك البحر. طبعًا الوقار والقاروص ده معروف طبعًا. الوقار كمان أعلى من القاروص. لا أنا أحب القاروص أحسن أكتر بصراحة. أحب الوقار. لو الوقار 111 ماشي. ما ده 111. أما أنا بقول لك أصل 111 دي تبقى فخمة يعني. حاجة 111. يبقى إحنا موافقين النهاردة هنتغدى. كيلو أصلًا بتاع ال 111 وصل كام؟ 160. الله يكرمك، بلاش أسعار بقى عشان خاطر من هنبوظ الدنيا. الناس ما تزعلش مننا. عايز اقول لكم طبعا ان احنا منتظرين اتصالاتكم على التليفون اللي بيظهر قدامنا على الشاشه 2345 او 093180، او على رسائل اس ام اس لو عايزين تبعتوا لنا رسائل نجاوب عليكم على 9135 91 35. 111 دي 111. صح والله 111 بس دي صغنونه يعني كده حلوه. هتبلنا السمك واحنا البصل اهو بدا ياخد اللون كده. كفايه خليكي معايا بقى هنا. لا لسه هياخد لون اكتر. طيب يبقى هنسيب كل حاجه، مش هنعمل، احنا عندنا على الجريل الجمبري والبصل بيلون معانا لغايه ما ياخد اللون اللي هو عايزه، ولسه شغالين في 3 اطباق مع بعض، مش هنعمل حاجه غير بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل. بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونشوف الامتع والاجمل على تلفزيون الحياه برنامج المطبخ مع الشيف يسري، ولكن بعد فاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الجمبري كده خلاص. طيب هنرفعه عشان خاطر انا ما بحبش اديله اكتر من كده في الوقت، بس هنديله سنة زيت كده عشان حسيت ان انت عايزه تحط شويه زيت. وهنرفع الجمبري بعد ما خد كده طبعا علشان الجريلا مش متغطيه يعني، فاحنا هندخله لمده ثواني تحت الشوايه عشان بس الراس يستوي، لان في ناس بتحب كده تمصمص الراس. عارف يا شيف انت ممكن كمان بدل ما تدخله تحت الشوايه، انت ممكن كنا عملنا له غطا سيلفر. ما هو مالهاش غطا الشوايه. سيلفر. هنجيب لها غطا ان شاء الله. من السيلفر. ورق الفويل. الومنيوم يعني. بس هينشف اكتر. لكن لا. تحت الشوايه هياخد ثواني. طيب اوكي. طيب احنا كده خلاص الجمبري كده يعتبر خلص. وبعدين عندنا بعد ما خلصنا الجمبري هنا البصل خلاص. البصل اهو وصل كده صح؟ دقيقة واحدة بس. هو طيب هنحط بقى عليه الرز؟ لا. ولا ننزل بالمية. بيتسيب المية الأول؟ يعني احنا تغلي. ما بنحطش معاه الرز؟ لا. طيب. المية، وبعد ما تغلي المية عارفة الصيادية؟ ما هو صيادية. طب هو ايه مدفونة دي؟ ثانية. لا لسه ثانية. علشان هو فيه تعبان يبقى مدفونة، لو فاضي يبقى رز صيادية، رز أحمر. لا أصل في صيادية بتاعت كفر الشيخ أنا عارفها.
اللي هي الاحمر والابيض. ايوه الشربة. اللي فيها شوربه وفيها رز احمر برضه. مش شيف خلاص نحط الميه كده. بسم الله. اول ما توصلي للقدر اللي انت عايزاه قولي كفايه. ايه الاخبار؟ لا بس اجيب لك هاند بلندر تدوبي؟ بس. لا لا مش هدوب. طيب هناخد معانا اتصال وبعد كده هنكمل مع حضراتكم. يا مدام كريمه صباح الفل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الله يخليك يا رب. تسلم ايدك طبعا. وبجد انا بشكرك على الحلقات وعلى الضيوف الكرام اللي دايما بتستضيفهم. الله يبارك لك. ربنا يخليك. وبقول للضيفه تسلم ايديها. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك طبعا. بجد بقول لك تسلم ايدك وبشكرك على الحاجات الحلوه اللي دايما بتعملها. يا رب يخليك يا رب. الله يكرمك. واحنا طبعا سعداء بسماع صوتك ويا رب دايما نكون عند حسن الظن. يعني ربنا يكرمك. بنشكرك يا مدام كريمه على اتصالك وهي بتشكرك جدا. يعني بتقول لك ما شاء الله حاجات جميله يعني. طيب احنا كده حطينا الملح والشطه والكمون والفلفل الاسود والابيض والبهارات. والبهارات جميل. هننزل بقى بالتعابين. بالتعابين الاول ولا لا؟ التعابين. طيب تاني هذكركم هي نص كيلو البصل المفروم حطيته في الزيت لغايه ما لونه بقى بني، لغايه ما لونه خد اللون اللي انتم شايفينه قدامكم ده، وبعدين طفته بالميه، وبعدين حطت عليه الملح والفلفل الابيض والكمون والشطه والبهارات كله مع بعضه كده، وحطت التعابين، وبعدين الرز. لا اما يغلي أول يعني ما يغلي بيغلي مرتين كده تحس ان التعبان دخل في السوى بتنزل بالرز. جميل. طب هناخد معانا اتصال يا مدام فاطمه. اهلا يا شيف يسري. ازي حضرتك؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم. ربنا يخليك. الله يخليك. اشكرك. اولا انا بشكر حضرتك. الله يخليك. الحلقه الله يخليك. الحلقه الروعه دي الجميله. ربنا يبارك فيكي. ربنا يخليك يا رب. وبنشكر المدام اللي شرفتنا. مدام انجي. مدام انجي نورتنا والله. الله يكرمك يا مدام فاطمه. ربنا يخليك. جميله قوي. تسلم ايديها. من ذوقك. ربنا يخليك. بس انا كنت عايزه اسال سؤال يا شيف يسري. استني ثواني. اتفضلي. الله يخليك. بالنسبه لما اجي اقلي السمك ليه بيبقى طري؟ السمك البلطي بالذات. معانا خبيرة مقلي هتقول لك. حاضر. وهقول لك انا برضو على المعلومة برضو ان شاء الله. انت ممكن بشكرك يا مدام فاطمة على اتصالك واحنا سعداء جدا. هي بتقول السمك عادة لما بيحمروه بيبقى طري. هم اما بياكلوه بره بيبقى ناشف. يعني في المطاعم المشهورة تفرق في نوع في الدقيق. خلطة الدقيق نفسه. كمان السمكة لما بتستوي على نار هادية بتطلع ناشفة وبتتصفى كويس مثلا من الزيت بتطلع السمكة ناشفة كويسة غير لما بتتقلع. يعني موضوع المية ده مش الموضوع؟ لا اللي هي بعد ما تحطي دقيق تحط على ايدك مية. عادي ممكن تحطي الدقيق وتحط على ايدك مية. هو العارفة انا هقول لحضرتك يا مدام فاطمة. هم طبعا المطاعم دي بتعمل ايه؟ بيتبلوا الدقيق ويحطوا عليه توم باودر وبصل باودر وشويه ملح وشويه فلفل وشويه شطه وكل الحاجات دي. تتبيله الدقيق دي بقى بتعمل طبقه على السمكه جميله جدا. بعد كده بيغطسوا فيها السمك وبعدين يحطوه في ميه يطلع. فالميه دي بتعمل طبقه غلافه كده كانها عجينه. فلما بتتحط العجينه دي جوه النار بتطلع مقرمشه من بره. ايوه زي بره. هو ده السر. طب الشوربه بتغلي؟ استني مش عارف ازاي تسخن. مستعجله تسخن بس. لحظة احنا عشان ما نتوهش بس المشاهدين لان كده احنا دخلناهم في ثلاث حاجات مع بعض. طيب. عايزين نخلص تفصيلة بعد ما نخلص التفصيلة نخش في اللي بعدها. طيب. لان ان شاء الله لسه عندنا وقت وانت مستعجلة صح؟ انا بس علشان لا لا خالص استني بس نخلص دول كده ونلم الدنيا بعد كده نخش في الطبق التاني. طيب لا نذكركم تاني هنا المدفونة. هنا عندنا البصل وصل لدرجة اللون البني. حطينا عليه المية وحطينا عليه البهارات وحطينا عليه التتبيل بتاعنا اللي هو ملح وفلفل ابيض وشويه كمون وشويه بهارات وكمان شويه من الشطه وحطينا التعابين عليه. ودلوقتي بدا يغلي هنضيف عليه الرز ونغطيه دقيقتين. حاضر. شفت انا مهاود ازاي؟ اجيب لك الغطا بس. الغطا اهو عشان بعد ما نحط نخلص من ده نكمل الوقعه ونخلص من ده نخش في الطبق اللي عايزه تعمليه. عارفين ليه؟ لان طبعا هي عايزه تدخل كله مع بعضه. هي طبعا ما شاء الله عليها مهنيه يعني فاهمه بتعمل ايه. لو هي لو انت في المطعم عندك او في المطبخ بتاع بيتك اعملي كده. لكن احنا عايزين نفهم المشاهدين احنا بنعمل ايه وحطينا ايه على ايه والتركيبه ايه. بس عشان ما يتهوش مننا. مع ان انا عارف ان هم اساتذه يعني. عشان الوقت. لا ما تقلقيش من الوقت. طب لو مستعجله على الوقت ممكن نعمل السلطه دي بسيطه. طيب خلاص نتبلها على بعضها. طب في سلطه افوكادو. سلطة أفوكادو. اتفضلي. عايزة برضو هعمل لك اللي أنت عايزاه. عايزة أحط التصاعد عشان أتفضل. مش بقول لك مستعجلة. سلطة أفوكادو. بنجيب الأفوكادو ونقطعه كده ويتهرس مع بصل مفروم وطماطم
وملح وكمون وفلفل ابيض، وبنستخدم في الجرنش رمان وجمبري مقلي. طب نقول تاني من فضلك؟ نقول تاني سلطه افوكادو. سلطه افوكادو حوالي واحده افوكادو مفرومه او مهروسه، وعصير ليمون وبصل وطماطم ورمان وملح، وبعدين ملح وفلفل، واخيرا هي هتجرنشه بشويه من الجمبري، يعني ثلاث اربع جمبريات كده، هي عايزه تقليهم بس في ملح وفلفل وشويه زيت، صح؟ اهم. فبقولها مش هتحط له اي تتبيل، قالت لي لا، لان احنا عايزين يبقى طعم الجمبري واضح، هيتحمر في ده بس. نرجع تاني خلاص، هنحط ممكن رز. بقى وننزل بالرز. هتعوزي ميه تاني؟ هشوف لسه. نقفل نفردها كده بقى؟ لا انا عاوز ميه. عايزين ميه، حاضر. هناخد معانا اتصال معانا ام حماده، يا اهلا بحضرتك. الو. طيب حاولي تكلمينا تاني يا ام حماده عشان تشوفي معانا الاكلات الرائعه دي. تعرفي بقى انا كلت القراميط بنفس الطريقه. عارفه القراميط؟ في ناس كتير قوي ما بتحبش القراميط. ما بحبش. لا بس انا كلتها بنفس الطريقه، كانت حلوه جدا، وكمان بيحمروها ساعات، يعني يعملوا الرز لوحده ويحمروها، وساعات يعملوا الشوربه دي ويسلقوا فيها السمك وياخدوا منها الخليط ده يعملوا بيه رز. يعني الموضوع بجد حلو قوي. لا ما بحبهاش. ما تحبيش القراميط؟ لا انا بتكلم طبيعي. لا القراميط روعه يعني. طيب هنا السلطه دي هنحطها على بعض؟ كل المكونات يعني ما فيش اي؟ لا لا ولا اي حاجه. هنحط الافوكادو يا مدام اميره. ايوه يا ست يوسف، يا اهلا بيك. ازي حضرتك؟ انا بخير. حضرتك طيب؟ وحضرتك طيبه. احنا مسمينك في بيتنا البرنس يا رب يبارك في عمرك، ربنا يخليك ليا. والله الله يكرمك. وانا برحب بالضيفه اللي جنبك، واهلا بيك يا اهلا بحضرتك، تأمريني. بسأل حضرتك بس اذا كان عندي فخده ضاني مستويه تقعد قد ايه في الفريزر مستويه كده يعني، وممكن استعملها بعد كده؟ يعني كل ما كانت نطلعها بدري احسن، يعني ما نقعدهاش اكتر اسبوع اسبوعين بالكتير يعني، لو مستوية. ميرسي قوي. بشكرك على اتصالك. لو احنا الحاجة عندنا مستوية نقعدها اسبوع اسبوعين بالكتير يعني، عشان خاطر ما تفقدش قيمتها الغذائية يعني. انا بس عايز اقول لكم ان احنا حطينا يا كل الحاجات على بعضها، هي ام حمادة اللي هي الافوكادو والطماطم والبصل وعصير الليمون، وهنحط شوية من الرمان، طبق سلطة خفيفة قوي. اتفضلي يا ام حمادة، سامعك. الو. اهلا يا ام حمادة. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. انا بتصل اقول لاحلى جيجي الف مبروك وربنا يوفقك، وزي القمر ما شاء الله عليها. يا رب يخليكي. مش عايزه تقولي لها حاجه ثانيه يا ام حماده؟ انا بقول لها ان انت مشرفانا في كل الدنيا، وربنا يسعدها يا رب. يا رب يخليكي. مش عايزه تقولي لها حاجه ام حماده؟ لا دي مرات اخويا. والله طب مش عايزه توجهي لهم في البيت حاجه؟ لا ربنا يخليكي وربنا ما يحرمني منكم يا رب. يا رب يكرمكم يا رب. انا بس عايز اقول حاجه، واحنا بنعمل كده انا حطيت الافوكادو، حطينا عليه شويه رمان والطماطم والبصل وعصير الليمون، وتبلنا شويه ملح وفلفل اهو، وده طبق بتاعنا، وهضيف الرمان على الوش تاني. اجيب انا الجمبري، وبعدين هنيجي في الاخر نحط له الجمبري اللي احنا قليناه ده، وبالهنا والشفا. ده طبق بسيط قوي ولذيذ قوي. وعندنا هنا المدفونه خلاص دخلت معانا في السوى، هنتبل ده وهيتحمر صح؟ اه. طب هنحط الزيت على النار. شايفين؟ موضوع بسيط قوي وسهل وطعمه اكيد حلو. في راس، فين راس الجمبريه دي؟ تاهت بقى. فين الراس يا سعد؟ قصيره يعني. شايفين بقى الجرنش اهو؟ ناخد بقى طاسه علشان يلا بقى احنا تبلنا زي ما قلنا. تاني بذكركم بالوقار، تبلناه في الخليط بتاع الفلفل الحامي مع التوم مع شويه الكمون شويه شطه وشويه من التوم الباودر وشويه من البصل الباودر وشويه ملح، كل ده ضربناه مع بعض في الخلاط طلع بده، فحطينا عليه وحطينا عليه مستردة، وهنحمر دلوقتي. احنا ممكن نسيب الوقار يتبل شويه ونشتغل في المكرونه، تدخل الفرن وبعدين نقلي الوقار. طيب يبقى نسيب بعد ما تبلناه هنسيبه كده. وهنقول على مقادير المكرونه بسرعه. الفاتوتشيني انت هتحطها في الفرن؟ طيب لا موضوع تاني مختلف بقى، اصل الفاتوتشيني انا عارف ان هي صوص سايل بيتقدم في الطبق، بس هي هتحطها في الفرن. طب اتفضلي قولي. المكرونه شرايط عريضه،
جمبري، توم وبصل مفروم، روزماري وريحان، كريمه لباني، بنحط على الوش جبنه موتزاريلا ورومي مع الزبده بقى وتوم باودر وبصل باودر. جميل. طيب احنا هنقول كل الحاجات دي تاني سريعا. عندي مكرونه شريط، هات لنا المقادير. مكرونه الشريط اللي هي العريضه بتاعه الفيتوتشيني، وجمبري الكميه اللي عندنا، وعندنا بصل وتوم وروزماري وزعتر وريحان وكريمه لباني وجبنه موتزاريلا وزيتون مقطع وفلفل ابيض وملح وزبده وتوم باودر وبصل باودر. كل الحاجات دي في قلب التتبيل، ولكن احنا مش هنعمل اي حاجه خالص غير لما نرجع من الفاصل. عشان كده هنسيب كل شيء زي ما هو. كل اللي هعمله ان انا هحط البصل يتشوح شويه ونحط عليه الجمبري لما نرجع من الفاصل، نكمل مع بعض. ما حدش يروح في اي مكان، عشان الممتع والجديد دايما هتشوفوه على تلفزيون الحياه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولكن احنا بس عشان برضو ما نقولش المكرونه هنخليها بس بعد ما نعمل ايه بقى. تبلنا في البدايه الجمبري في الثوم المفروم مع الفلفل اللي احنا قلنا مقاديره، وشويه مستردة، شويه عصير ليمون، مش الجمبري قصدي، سمك الوقار. وبعد كده بقيه البهارات اللي كانت عندنا، اللي هي فين الورقه؟ اهي الورقه اهي، اللي هي الشطه والملح والكمون والثوم البودر والبصل البودر، حطيناهم على الدقيق فبقى لون الدقيق كده اللون الاصفر انتوا شايفينه ده. وبعد كده غطستهم فيها وحمروا في الزيت، يبقى ده الوقار البانيه. طعمه اكيد هيبقى مختلف، انتوا اما تجربوا هتدوقوا. هنحمر في الزيت وبعد كده سيبيني انا بقى اتعامل، وانت بقى تقولي على مقادير المكرونه. المكرونه تاني، لان طبعا لازم نقولها تاني. طيب اوكي. طيب اتفضلي، وحط لك انا البوك على معرفه تشينا. مكرونه شرايط عريضه مسلوقه طبعا، جمبري وثوم مفروم وبصل مفروم، روزماري وكريمه لباني، جبنه موتزاريلا او رومي ده للتزيين على الوش، وفلفل ابيض وزبده وملح وثوم باودر وبصل باودر. جميل. تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الوك بتاعنا اللي هنحطه على النار، نحط زيت. زبده. شو زبده ولا زيت؟ طيب زبده. ممكن نقدم ده ونأخر ده. ده الجمبري شايفين شكله عامل ازاي يا مهبه؟ الو، ازيك يا شيف يوسف؟ يا اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. لو سمحت يا شيف يوسف، عايزه صينيه بس كوسه بشاميل. التوم. من عينيا. حاضر حاضر. شكرا. ربنا يخليك يا مهبه. حاضر من عينيا، هقول لك عليها. طيب يا شيف يوسف. بس قبل ما نقول الكوسه بالبشاميل، انا شايف جايبه هنا ثلاث وحدات كابوريا وخليتيهم وحطيت اللحم بتاعهم هنا ليه؟ علشان اقدم المكرونه فيها، يعني ادخل المكرونه تاخد وش في الفرن. المكرونه تتغرف هنا. طب بس المكرونه هتبقى شويه صغيرين قوي في الكابوريا. ماشي. طب ما احنا هنعمل هنا ثلاث وده جنبيه كجرنش يعني. طيب ماشي. طب احنا حطينا الزبده، يلا هنحط عليها ايه بسرعه عشان ما تتحرقش مننا؟ البصل اهو، وبعدين الفلفل اللي هو مطحون مع ثوم. سر الخلطه، سر الاكل او سر المواضيع بتاعه السمك في الخلطه دي اللي هي جايباها ومش عايزه تقول على سرها، غير ان انا قعدت اضغط عليها لغايه ما قالت. هنقول عليها بس بعد ما ناخد معانا مدام ساره. يا اهلا بيكي. ازيك يا شيف يوسف؟ يا اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين اولا. وحضرتك طيبه. ازيك يا ابله جيجي؟ ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ منوره التلفزيون. ربنا يخليك. ما شاء الله الاكل جميل. يا رب يخليكي، ده جميل عشان بس هي اللي بتعمله. ما شاء الله، والبرنامج جميل يا شيف يسري. يا رب يبارك في عمرك، يا رب تكونوا مستمتعين كده. اكلاتك كلها والله، ومتابعه البرنامج. ربنا يخليكي، وبنبعت سلام خاص لكل حبايبنا في كفر الشيخ والاهلنا هناك، اخواتي كلهم هناك. يا رب يكونوا سامعيننا بس ما يكونوش نايمين. انا بشكرك يا مدام ساره على اتصالك، وطبعا اخت حضرتك منورانا ومشرفانا، وعماله تكروت 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 تكروت، بس انا هرجعها تاني. ما انا قلت لكم انا دايما ببقى عيلكم الثاقبه هنا. طيب انا حطيت البصل والثوم في الزبده، وبعدين حطيت عليهم الكابوريا المخليه، والجمبري. والجمبري الصغير. ما عملتش حاجه تانية خالص. ماشي. بس طيب هتفرمي الريحان ولا هتحط سليم هو الروزماري؟ لا، مش هفرمه. سليم حاجه بسيطه كده ورق. حاجه طيب. بسيطه بس. طيب شايفين السمك الوقار؟ بصوا بقى
شايفين القطعه دي اهي، الكاميرا هتفضل تخش كده لغايه ما تجيبها يعني، شايفين من هنا. حاضر زي ما انتوا عايزين. يعني حاجه كده مشهيه بصراحه، اليوم رائع النهارده. ميرسي يا شيخ، ربنا يخليك. اقول لك جيجي بقى ولا انجي؟ مش هتفرق يعني، هم بيدلعوك يقولوا لك يا جيجي. ازاي يعني جت انجي لجيجي؟ مش فاهم. تنفع يا مي؟ تنفع. عموما ماشي كده بقى مع بعض. حطينا البصل على الزبده على الثوم. الثوم الخليط السري ده ممكن يتشال في الفريزر. يعني ممكن نعمل شويه نخليهم في الفريزر او في باب الثلاجه في برطمان، ناخد منهم شويه اسبوع شهر شهرين في باب الثلاجه، بس على وشه زيت. لا مش هتعرف. لا على وشه زيت احسن عشان ما يبداش كده يعمل حركات. الله ينور يا يحيى، يا رب يكرمك. يحيى ده السواق بتاع القائد. لا ما انا بقول اهو، القائد بتاع الكرين. عارفين يعني ايه الكرين؟ يعني شايفين الحركات اللي بتحصل دي؟ هما بيضحكوا عشان قلت سواق. كل شيء له قياده، كل شيء له قياده. يعني انا ليا صاحب طيار بقول له يا اسطى فلان، هو طيار ما فيهاش حاجه. انا برضو هيتقال عليا اسطى ما فيهاش حاجه. فيحيى مبسوط يا يحيى. طب احنا هنضيف ايه دلوقتي بعد كده؟ بعد كده هنضيف الكريمه. الكريمه هنحط شويه الكريمه. حوالي كوبايه. كفايه. جميل. واول ما تغلي هنضيف المكرونه صح؟ اه. طبق كده بقى يعني بيتكلم لوحده، يعني مش عارف اقول لكم. والله ممكن نشيل بقى السمك ولا لسه؟ لا نسيبه دقيقتين عشان نسيبه شويه عشان يقرمش اهو. وعلى فكره الحركه الكتير للسمك في الزيت بتكسر الطبقه اللي عليه. كتر الايه؟ حركته في الزيت بتكسر الطبقه اللي عليه، يعني الطبقه اللي احنا عملناها بالدقيق. مش اي حركه بقى. حركه الشيف يوسف طبعا حاجه مختلفه. لا اصل هي بتقول لي كل ما اتحرك تكسر الطبقه اللي عليه. انا مش بقول بقى لحضرتك، انا بقول مش انا عشان كده. لا انا بس عشان في البيت. هي كلامها صح. لو انتوا قعدتوا كل شويه تقلبوا في السمك هتلاقوا الغلافه اللي فيه وقعت، لكن انتوا بالراحه شويه بشويه كده تعرفوا تقلبوه. طيب احنا حطينا، هنقلب بقى تقليبه كلها. لو عايزه تضيفي كريمه تاني ممكن. لا اتاكد بس اما اقلب اشوف. عايزين بايركس ولا ايه بقى؟ لا مال. ممكن او تيفال بس احطهم فيها في الفرن. هنجيب بايركس كده نحط عليه الحاجات دي وناخد اتصال يا مدام ايمان. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ ازيكم، الاكل الجميل اللي انتم بتعملوه ده من ذوقك. ربنا يخليكي، ربنا يكرمك. بس انا فتحته متاخر شويه. طب اموريني انا عايزه اعرف نوع السمك اللي يتعمل بيه شوربه اللي انتوا كنتوا عاملينه للرز ده، نوعه ايه؟ ده التعابين. نوع تعابين. طب ايه تاني ممكن غير التعابين؟ والله انا كنت بقول لها على القراميط فقالت لي ما بحبهاش. ايه تاني يتحط مكان التعابين ينفع؟ ممكن تعمليها بالسمك، سمك العادي. اي سمك ممكن تجيبي؟ سمك وقار او سمك او بوري بحر او قاروص وينفع برضه. وينفع فيها معانا حضرتك؟ سامعاني؟ الو. طيب يعني ممكن حضرتك تجيبي اي نوع سمك ينفع في الـ في الـ في الايه في المدفونه؟ في المدفونه. هي اخبارها ايه؟ احنا حطينا على نار هاديه دلوقتي عشان تكمل سواها. احنا كده خلصنا اعتقد كل الاطباق، بس عايزين ده نغرف الطبق ده المكرونه لسه تدخل فرن. طيب خلاص يبقى مش محتاجه تاني. مش هتحطها شويه كريمه تاني عشان يبقى الصوص جوسي؟ اما اخد بتاعه الفرن الاول اضيف الكريمه. حاضر. علشان ما توقعش. طيب احنا عندنا عايزه بايركس. ممكن ماسك فين بتاع المكرونه؟ فين عندي ماسك انا هنا. طيب لا هنحط بس دي كده. شايفين بقى قوالب الكابوريا دي؟ هتحط فوق المكرونه كلها ولا شويه بشويه؟ شويه بشويه، مش شرط كلها تنزل هنا. هسيب مثلا شويه. يعني ده هيبقى جرنش فوق الطبق. او مثلا كوجبه ثانيه. جميل. طيب هناخد بس شويه المكرونه. ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه فوق كل واحده. حتى لو بيطلع بره مفيش مشكله يا جماعه، يعني اما يتغرف في الطبق هتلاقوه متماسك. وشويه هنا وشويه كمان هنا. صح كده ولا ايه؟ ماشي كده، بس بحاول ما اخليهاش تطلع بره عشان هنظبطها دلوقتي.
بعد كده نحط عليها طبقه من الجبنه وطبقه من الجبنه الرومي او البارميزان او اي نوع جبنه وندخلها تحت الشوايه. مش هنعمل اي حاجه غير ما نرجع من الفاصل، ما حدش يروح في اي مكان، عشان الممتع والجديد دايما هتشوفوه على تلفزيون الحياه برنامج المطبخ والشيف يسري بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. غرفنا كل حاجه، غرفنا السمك المقلي اهو، وغرفنا الفاتوتشيني والجمبري والسلط والمدفونه. بصراحه حاجه مشهيه يعني، انا عايز ادوق بس مش هينفع دلوقتي علينا. هدوق كله ازاي وبعد كده الدنيا هتبقى مختلفه. وعندنا 3 4 كابوريات حاشينهم بالمكرونه ودخلناهم الفرن معاهم شويه الجبنه، وبعدين هنشوف دلوقتي اما يخرجوا هيبقوا شكلهم ايه. تعالوا نقول الحلو بتاعنا سريعا، حاجه بسيطه قوي يعني، عارفين حاجه كده سيمبل قوي. هتقولي مقاديرها وبعد كده هنشوف هنعملها ازاي. سوفليه البسكوت بالشوكولاته، هيبقى بسكوت بالشوكولاته كده بقى الطبق. كوب لبن، كريم شانتيه، علبه قشطه. طيب كله تاني. بسكوت بالشوكولاته ممكن اللي هو البني دوت، 3 4 5 6 بواكي، وكوبايه لبن، وثلاث معالق كريم شانتيه باودر، واربع معالق قشطه بلدي. يبقى نقول تاني، كوبايه لبن وكريم شانتيه، ثلاث معالق باودر، وكمان عندنا 4 معالق من القشطه، وبسكوت اي كميه بسكوت. حلو. طب انت قلت لي هنغلي كله مع بعضه وهندخله وممكن يخش الفرن بعد كده صح؟ ويتاكل ساعه او سخن اهو كله على بعضه صح؟ كريم شانتيه مع ممكن نخلي دول نحط اللبن على الفوق. مفيش سكر؟ مفيش سكر لان هي بتستعمل، بتقول البسكوت والكريمه فيهم سكر. طيب هنا حطينا كوبايه اللبن، عليها 4 معالق القشطه، وثلاث معالق من الكريم شانتيه البودر، بنقلبهم كده، وهنجيب بولتين عشان نغرف فيهم. سهل قوي صح؟ الموضوع سهل قوي يعني، سهل جدا. لو عايزين تدخلوه في الفرن مفيش مشكله، الاكل ده اصلا مش محتاج حاجه بعده، بس حلو بس. صح والله، الاكل ده مش محتاج حلو، محتاج مهدم بس. بس اعتقد ان اكل السيفود مش تقيل، لا خفيف. يعني في فرق بين انا اكل مشويات او اكل لحمه ضاني او اكل اوكل، لكن اكل الاسماك ان لم يكن محطوط عليه كريمات بقى ومحطوط عليه زبده ومحطوط عليه حاجات، بس هو الاكل ده خفيف جدا. جميل. طيب هنجيب البولتين دول بس، بلاش الثالثه عشان نغرف فيهم. هنا البسكوت انت مكسراه؟ طب يلا خلاص كده بيغلى، خلاص ننزل بقى بالبسكوت. عايز اذكركم تاني، الحلو ده كوبايه من اللبن، عليه 4 معالق قشطه بلدي، عليه كمان 3 معالق من الكريم شانتيه باودر. اول ما هيغلي هنحط البسكوت ولا هنحطه عليه؟ هنحطه عليه. عليه. نضيف بقى خلاص؟ ايوه. طيب ونجيب بقى اسباتولا. ممكن كمان نضربه في الخلاط عادي. ايه ده؟ ممكن يتعمل في الخلاط. لو عايزه تضربيه في الخلاط ينفع عادي جدا. طيب احنا كده اهو اهو. ممكن يدخل الفرن. ايه ده؟ وممكن يدخل الفرن. يا ام حماده. ايوه. ايوه يا فندم. مدام ينزل من ورا الشاشه باكلها الجميل وحشنا اكلها كتير قوي. ربنا يخليك يا ام حماده، طبعا بتشكرك مدام انجي. مش عايز تقولي منور كمان الشاشه حضرتك يا شيف يسري، ومنور الدنيا كلها. يا رب يخليك يا مدام انجي يا ام حماده. منوره الدنيا كلها والله. الله يكرمك يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الله يكرمك، احنا سعداء بسماع صوتك، وطبعا مدام انجي منورانا والله بجد، وما شاء الله عندها معلومات غزيره في السيفود، وكمان معلومات في الاكل كويسه قوي، ربنا يوفقها يا رب. بنتعلم منها والله. يا رب يبارك فيك. الله يخليك يا رب، وسلام لكل حبايبنا في كفر الشيخ. شفتوا بقى لما حطينا البسكوت على اللبن على الكريمه على الكريم شانتيه، بقى خليط متماسك، هنصبه هنا صح؟ اهو. وبعدين نطفي بس النار دي ونحط، وهي هتجرنشه بشويه من البسكوت. واحده نسميه ايه، بودنج ولا نسميه سوفليه ولا نسميه ايه؟ سوفليه بودنج. ده طعمه حلو قوي ده كمان، بس لما يبرد بقى. بس اعتقد لو حد عايز ياكله سخن عادي يحط عليه بولة ايس كريم وياكل عادي جدا، مفيش مشكله. حلو الفكره، حلو قوي يعني، وبسيط. والله. قلنا 4 معالق قشطه، معاهم كوباية لبن، ومعاهم 3 معالق لبن كريم شانتيه باودر، وثلاث اربع بواكي من البسكوت مفرومين. اول ما بيغلي بنزل عليهم، مش ما بنحطش سكر خالص، بيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب ده هنا، وهي عامله واحد فخار اهو،
بس هي حطته في الفرن عشان كده طلع متماسك اكتر يعني. زي ما قلنا ممكن نضربه في الخلاط عشان يبقى كله لونه بني كده. اعتقد احنا خلصنا، واعتقد ان الحاجه ما شاء الله لذيذه وجميله وما شاء الله عليك يعني. انا مبسوط بيكي جدا، واحنا طبعا سعداء جدا. المكرونه في الفرن لسه موجود. المكرونه اللي في الفرن، المكرونه نسينا. حاضر. هات لنا طبق كده. استنى كده احنا خلصنا وقتنا. اي طبق صغير حتى يتحط فيه بس الكابوريا. بجد بجد شكله حلوه الفكره دي. شايفين بقى المكرونه؟ نحط كده. لحظه انا هرصهم لك رصه ونلف وبعدين نحط كده. شايفين بقى الجبن وهي نازله. وبعدين نحط دي كده ونقول لكم يا جماعه بالهنا والشفا. النهارده كنت منورانا مدام انجي بجد، وعملت حاجات حلوه قوي. اهو الطبق اهو. يا رب نكون قدمنا لكم معلومات جديده وسريعه ولذيذه ومفيده. يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم. مش عارف اقول لكم غير ان هتوحشوني لغايه بكره زي ما بقول لكم كل يوم. يا رب نحب بعض. السلام عليكم.